يا مساء الفل على كل مشاهدينا، مشاهدي الصحة والجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هو وهي. يا رب تكونوا بخير وصحتكم كويسة، وتكون الأجازة لطيفة ومستمتعين بالصيف، واللي بيسافر يكون بيغير جو، واللي عنده شغل ربنا معاك، ويا رب تكون كل أيامنا كلها سعيدة. ازيك يا دينا؟ ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وكل اللي بيتابعونا من الشاشة الصغيرة من المنزل او من العمل. ربنا معاكم، يا رب يكون يوم لطيف وخفيف عليكم يا رب. كالعادة احنا دايما عندنا سؤال مهم بيطرح نفسه، يحل مشكلة او يحط دايرة على حاجة ممكن تكون فيها مفهوم مغلوط او ما الى اخره. يعني النهاردة سؤالنا بيدور حول الصداقة بين الرجل والمرأة ومدى جدوى العلاقة دي، هل هي علاقة دائما تكون في صالح الطرفين أم بيحدث منها بعض المشاكل إحنا في غنى عنها ونتمنى ما تكونش في حياتنا. يعني دينا، إيه رأيك في سؤال الحلقة النهاردة، وإيه رأيك في العلاقة بين الصداقة بين الرجل والست؟ موضوع الحلقة النهاردة موضوع مهم، وعايزة كل الناس تكلمنا، كلمونا على أرقام البرنامج واحكوا لنا كده رأيكم إيه في موضوع أن الصداقة ما بين الرجل والمرأة، يعني الصداقة في العمل. هل مثلا لو احنا جروب صحاب، فزوجي عنده صاحبه وزوجته، فاحنا كلنا بنكلم بعض عادي، هل ده مقبول ولا مش مقبول؟ انا لو في الشغل مثلا وعندي زمايل من الرجال، هل مدى العلاقة بيني وبينهم تبقى عاملة ازاي؟ يعني لغاية ايه وما ينفعش اكتر من كده؟ هل مثلا نقعد نتكلم في التليفون نحكي اسرار بيوتنا لبعض، ولا بتبقى في حدود العمل فقط؟ احكوا لنا كده رأيكم ايه. احنا طبعا هننتظر من السادة المشاهدين اتصالاتهم ومكالماتهم، ويحكوا لنا سواء كانت مشكلة مروا بيها او تجربة عدوا بيها، ونتبادل الخبرات. يعني انا ملاحظ حاجة يا دينا، ان مؤخرا بقى في فكرة ان البنت بتفضل صحبة البنت، عفوا، البنت بتفضل صحبة الرجل على سبيل ان ده بيقلل من حجم الغيره في العلاقه وبيريحها، وان لا، صاحبتي ممكن تبقى غيرانه مني شويه، فمش هعرف احكي لها تفاصيل، مش هعرف احكي لها عن حياتي، عن شغلي الى اخره، يعني فبتفضل ان هي تصاحب الراجل. انت ايه رايك، وجهه نظرك في انت قصدك في سن معين ولا عامه دلوقتي؟ بصي، انا ما بقلقش من الحته دي في مرحله النضج. يعني وانس ان احنا بقينا على مستوى معين من الوعي وعارف حدودي فين واولي فين واخري فين، فما فيش مشكله فيها. انما انا بتكلم في السن من 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 13 14 سنه لحد 23 24 25 سنه. المرحله دي ممكن تكون المشاعر في الفتره دي فياضه، والتجاذب بين القطبين يبقى اقوى من التجاذب العقلي. يعني ما تبقاش الموضوع انا بحكي مثلا لصديقه ليا في الشغل فتقول لي رايها علشان انا بحترم رايها، او هي متخصصه في حته معينه، او ايا كان الصداقه نشات ازاي. ما بخافش من الحته واحنا خلاص عقلنا. انما الحته التانيه هي اللي بيبقى فيها خطر. يعني فمن سن مثلا 18 15 25 يعني. والله بص، هي انا ليه سألتك موضوع السن ده، لانه هي برضو بتفرق من شخصيه لشخصيه. في بنات مثلا بتبقى غيوره، بتبقى بتتغاظ من البنت اللي هي صاحبتها، شايفاها ممكن تبقى احلى منها، عندها يعني مثلا لبس احلى منها، امكانيات ماديه احسن منها، عندها عربيه، مش عارف ايه، فبتحس ان هي بتجذب الرجاله اكتر منها، فهي ممكن تبقى غيرانه. فبالتالي هي لو عارفه ان هي مخطوبه او في حد عايز يتقدم لها او اي حاجه، فبتبدا ان هي تبقى متضايقه انه اشمعنى هي، ويمكن عشان هي عندها امكانيات اكتر مني فانا مش قادره ابقى في نفس فرصتها. نفس الشيء، ما هو الصغنطتين برضو، بس انا حاسه ان السن الصغير اللي هو 15 سنه 16 ده بيبقى عايز بنت اكتر معاه، لانه بيبقى حكايات البنات دي يعني مسلية، بتبقى لطيفه مع البنات مع بعض. انا سنه هجيب يعني ولد زميلي في المدرسه، اصل 15 ده انا يعني مدرسه، هجيبه في المدرسه هقول له ايه، شفت فستان عجبني في محل مثلا كذا. انا بحس ان السن ده عايز بنت البنت، شفت فستان، شفت لبس، شفت حاجه، شفت الفيلم الفلاني، بتبقى بصراحه حكايات يعني طفوليه قوي وبتبقى لطيفه جدا. جدا. بس خليني اقول لك على حاجه، يا انا بتكلم في مرحله ايه، دايما بتبقى الصداقه وراها منفعه وراها مصلحه. يعني تجاذب مش دايما حتى لو المصلحه معنويه، اصل المصلحه دي مش شرط تكون ماديه، يعني ان حد انا برتاح له وبتكلم معاه ان سو اون. في كتاب مره قريته بس مش متذكر اسم الكاتب يعني، بس كان بيقول ان الرجال اتوا من المريخ
والنساء أتوا من زهرة. فتعرفوا على بعض على الأرض، يعني بي بي بيختلق قصة كده لإيضاح شيء يعني. فبيتكلم في إيه؟ إن تجاذب القطبين المختلفين بيبقى مبني على المشاعر. يعني دايما أي قطبين مختلفين لازم يكون في الموضوع في مشاعر. فالسن الصغير ما بيعرفش يكنترول المشاعر دي، فبتلاقي بقى حوادث اغتصاب 14 سنه و12 سنه، فاهم قصدي؟ لا ممكن في حته كده تحت سنه تعمل مشكله. يعني لو البيت مش مفهمه يعني ايه زميلتك ويعني ايه صديقتك والله عايز اقول لك، وناس كبيره ممكن تقع في الغلطه دي يعني. لا خلينا نقسم بقى ايه الكلام نصين. خلينا نخش الكبار، دي قصه تانية خالص. انا بتكلم، انت بتتكلم دلوقتي على سن الصغنطتين اللي هو 14 سنه و15 سنه والسن اللطيف ده لغايه الجامعه. ده سن بيبقى يعني اكتر سذاجه واقل خبره جدا. ما يعرفوش اي حاجه خالص، دي حقيقة. هم فعلا بيبقى يعني كل الحوارات اللي ما بينهم، ويمكن عشان الدنيا دلوقتي بقت منفتحه اكتر قدامهم والدنيا بقت ظاهره جدا على الموبايل، يعني اصغر حاجه بتبين اكبر حاجه في العالم. فهم بيشوفوا حاجات كتير، بس انا شايفه انه ستيل هم ما بينهم وبين بعض هتفضل الحته بتاعت الطفوله اللي هي انا شفت كذا، عربيه كذا، ما اعرفش ايه، ما بين الولاد وما بين البنات، الهدوم، اللبس، الميك اب، الشعر، ما اعرفش الحاجات اللي بتجذب فعلا السن ده. انت بتتكلم على حوادث الاغتصاب، ممكن يبقى في بعض الاطفال اللي هي ما عندهاش رقابه في البيت، وده حقيقي لولا الرقابه اللي بتبقى جايه من الاهل هي اللي بتربي اكتر الولاد وبتبين انه ايوه فعلا دي زميلتك وما تتعداش اكتر من كده. صاحبتي يعني زميلتي يعني زي اختي، زي يعني ما ينفعش ان انا اضايقها او اذيها او اغلط فيها او اعمل اي حاجه. نفس الشيء مع البنات، ما ينفعش ان انا اتعدى حدودي، ما ينفعش ان انا ابقى قاعده احنا زمايلنا سندين على بعض في المدرسه ولا اقدم رايحه على كتف، ده لازم ابقى مفهمه ولادي كده انه في حدود، احنا كلنا اصحاب. تعالى لي بقى في الحته بقى ايه اللي فيها كلام بقى الحته الثانيه، الحته اللي هي الشائكه وما بين الصداقه والخيانه في شعره، او الصداقه وان انا ادخل في علاقه مع زميلتي بسبب ان احنا يعني احنا زمايل او صحاب وادخل في علاقه مع زميلتي، هي دي بقى القصه الكبيره قوي اللي فعلا الكبار ما بيعرفوش يكنترولوا احيانا، او مش يكنترولوا، بيبقى واخدها ما احنا اصحاب بس بيقعوا في الغلط بسبب ان هم بيخشوا في حياه بعض بزياده. احدى الاطراف ممكن يكون لئيم، عايز يحتل مكان الزوجه، فعجبه الحياه الناحيه الثانيه، فانا عايز ادخل اخرب بيت الشخص ده عشان خاطر ابقى انا مكان مراته. او رجل يخرب بيت صديقته عشان انا شايف ان البنت دي جميله وانا عاجبني هي تبقى هي اللي معايا مش زوجتي، او هو مش متزوج اصلا فيدخل عشان خاطر يخرب البيت. فالحته دي شائكه قوي وكبيره قوي وتقيله، فهي دي بقى النقطه اللي عايزين نتكلم فيها النهارده. بصي يا دينا، هقول لك على حاجه، هي فعلا شائكه زي ما انت ما بتقولي، وخلينا معترفين ان اللي بيحط الحد في العلاقه الست، بمعنى الراجل الى حد كبير ما اعرفش، بس يعني ايه كل الكتب اللي وصفت الراجل منتل هو بيقل ذكائه. يعني مثلا في احصائيه بتقول ان الراجل بيقل ذكائه بنسبه 40% مجرد ما يشوف ست جميله، بتلاقيه توتر وتلخبط تلعثم، ويعني عايز توصل ايه؟ عايز تقول ايه؟ رجاله مالهم يعني؟ هقول لك ايوه غلابه قول والله. قول غلابه شويه هحكي لك يعني. فطبعا هو بيكنترول نفسه افري سنجل داي، يعني كل لحظه بيتحط فيها المفروض ان يحكم نفسه او يظبط نفسه. الناس هتزعل منك كده، رجاله انت كده دلوقتي لبستهم. ليه؟ لا بيكنترول نفسه طبعا، اصل انا ممكن اشوف بنت لطيفه استحسن كلامها، استحسن اهتمامها، استحسن لو انت متجوز. وارد طبعا، وارد جدا جدا، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى حلل للراجل اربعه. لا يعني لا احدى لا الاسباب لا حتى لا يقع في خطا. ثواني دي انا اكمل كلامي عشان ما تغليش ايه الكلام محمد على حتت، اسمعيني بس ماشي للاخر. فوارد ان ده يحصل، وارد ان يحصل، بس طبعا في حالات معينه وكونديشنز معينه يعني. انما انا اللي بتكلم فيه ان في الاخر الست هي اللي بتروح حاطه له الريد لاين. اي نعم في رجاله بتشوفها بينك،
بس يعني في الاخر هي اللي بتكنترول الحته دي، فهماني؟ بتبدا تتعامل معاه بشكل فورمال، بشكل مهذب في السياق، فبتبدا هو الراجل خلاص يعني بيبدا يفهم ان هو حدوده هنا. طيب هل ده معناه ان مفيش خطا؟ اكيد في، يعني اكيد في رجاله، ما هو دي الحته اللي انا بقول لك عليها. طيب ازاي احط انا حدود لنفسي؟ اولا بتبدا من نشأة، من التربيه. انا عارف ان دي اخت حد او بنت حد او مرات حد، او واللي مرضهوش على نفسي مرضهوش على غيري، ده رقم واحد. رقم اتنين، العلاقه تسمح يكون في صداقه، تمام. طب العلاقه عشان بسبب شغل، سواء كان بسبب دراسه، سواء كان بسبب رياضه، يعني وات ايفر ايه اللي بيحصل، يعني تسمح ان يبقى في صداقه، تمام. ما تسمحش، مفيش داعي. يعني مفيش داعي ان احنا نبدا نكون صداقات وعلاقات بدون جدوى، اولا اهدار للوقت والفكر وكل حاجه. طيب احنا معانا مها على التليفون. يا مها. الو. ايوه يا مها. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مها؟ الحمد لله. بس كنت عايزه اقول رايي في موضوع الحلقه. اتفضلي. انا بتكلم عن الثقه الاول، ان هي بتخرج الاول من بيت الاب والام، ازاي هم علموا يعني بنتهم او ابنهم، ازاي سلوكهم كانوا مع الابن او البنت. صح. وبعد كده كله بيترتب مع زي منها مع صاحبتها مع كده. فانا يعني انا من رايي ان احنا نحسن الاول التربيه للسلوك عشان نلاقي حوادث بعد كده وجرايم، والبنت بتخدع على هي دي البدايه فعلا. صح. هي دي البدايه فعلا على باباه. فهي فعلا لازم تكون من بيت الاب والام الاول، هو ده المفتاح بتاع الصداقه، مش واحده وواحده. صح يا مها، مظبوط. بشكرك يا مها على تليفونك. زي ما انت ما قلت فعلا، انه البدايه من البيت، التربيه. لازم ابقى موضحه المفروض انا يبقى علاقتي بالشخص التاني اللي قدامي، الرجل بقى، تبقى عامله ازاي في الشغل، تبقى عامله ازاي في المدرسه، عامله ازاي. لازم يبقى في حدود. طيب عايز اسالك سؤال يا دينا. نعم. من منطلق نسائي يعني. نعم، اتفضل. انا قطعا ما وافقش ان يكون في صداقه بره الحدود خالص. يعني مفيش حاجه اسمها انتيم، حد يخصني، خطيبتي، مراتي، جوزي، مراتي، يعني فكره فهمة. الانتيم في حياه الطرف الاخر دي ها. انا رافضها تماما. ولكن انا عايز اسمع وجهه نظرك في الموضوع. يعني مهم اسمع وجهه نظرك في الموضوع. لا، مرفوض. مرفوض. طبعا. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تؤديها الانواع دي من العلاقات؟ يعني مثلا بنشوف مشاكل كتير بسبب زي ما قلتي في اول الحلقه، غيره فتخش تخرب بيته. يعني في كونديشنز كتير عايز اوعي الناس عليها، يعني عايز افتح عيون الناس عليها بحيث ما تقعش في الغلطه دي وما تقعش في المشكله دي. يعني طيب قبل ما اقول لك رايي، احنا معانا مداخله. المداخله جاهزه معانا صح يا شباب؟ طيب معانا دكتور طارق الياس، استشاري الصحه النفسيه. مساء الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بيكم، منورنا كالعاده. وانا بكون سعيد جدا بمداخلتي معاكم. ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك. نورتنا يا دكتور. بص يا دكتور، موضوعنا النهارده ان الصداقه بين الرجل والمراه ده موضوع مهم. طيب انا عايزه راي حضرتك بقى تقوله. شوفي، هو اهم حاجه في الموضوع مش مفهوم الصداقه، ولكن فكرة الصداقة. الفكرة نفسها هي اللي بتخدع أطراف الصداقة. هل هي فكرة على إنه هي زميلة، هي حد بيشتغل معايا، هي حد أنا برتاح للكلام معاه وممكن أفضفض معاه وحدودي معاه هي الفضفضة؟ إذن هي الفكرة، هو الموضوع. أي راجل في الدنيا يختلف عن التفكير بالنسبة للست. الراجل بيبقى اعجابه بالانوثه مش اعجابه بالشخصيه. فانوثتها لو بتطغى على شخصيتها، الراجل بطبعه بيبقى ميال للجانب الانثوي اكتر. مهما بقى حاولنا وجملنا العلاقه وقلنا لازم ياخد باله وازاي ما يحاولش يقوم بتطويره ده،
بخاصة لو هي زودت الاهتمام شوية لأنها شايفاه محتاج لحد يكون مهتم بيه، فتبتدي بتلعب على حاجة من غير ما تاخد بالها. على فكرة مش لازم تكون هي يعني هي قصدة. أيوة مظبوط. فتبتدي تسأله أنت كويس؟ مالك؟ طيب أنت فطرت إيه النهاردة الصبح؟ الحاجات دي ممكن تكون مثلا زوجته بعد 10 سنين ما عادتش بتقول له إيه؟ مالك؟ أنت كويس ولا لأ؟ أنت ظروفك إيه؟ ما عادتش بتتكلم في الناحية الشخصية دي هو، لكنها بتتكلم عن الناحية العائلية، هي أصبحت جزء من عيلة. هو بقى عاوز إيه؟ هو عاوز يعود إلى فترة الخطوبة مثلا، لما كانت بتقعد تتصل بيه 20 مرة عشان تقول له أنت كلت ولا ما كلتش؟ أنت كويس؟ طب ده أنت كده تعبت، طب ممكن لما توصل البيت تكلمني. ده يدل يا دكتور يدل على ان الرجاله في منتهى الغلب، يعني الراجل احيانا بحسه ضحيه في الحته دي يا دكتور. او احنا والله غلابه يا حبيبي. والله يا دكتور شفتي الدكتور صدق على كلامك. عايز اقول لك يعني، لكن هم كمان خد بالك انه الجانب الاخر بقى هم عندهم جهاز استخباراتي فظيع عالي رفيع المستوى، يعني هي تفضل بتتعامل مع الزوج معامله بتكون ما فيش فيها اهتمام قوي. فجأة هي تحس بالخطر، بتحس بيه قبلك انت. ازاي بقى؟ في تغيير، بدأ يهتم بنفسه اكتر، بدأ يحط مش عارف ايه في شعره وهو نازل، البرفان ده جديد ليه؟ طب القميص ده حكايته ايه؟ هي ما كانتش واخدة بالها من انه بدأ يهتم كده في الفترة دي. فتبتدي تضيق الحلقة اللي هي كانت سايباه واخد راحته خالص لانها كانت مطمئنة. الاطمئنان جميل جدا في العلاقة الزوجية. طيب خليني اسأل حضرتك سؤال يا دكتور. النهاردة انا كشاب من زاوية او كفتاة من زاوية تانية داخلين في علاقة جديدة، حاسين ان احنا ممكن ننجرف الى شيء خطأ، او ممكن او انا اعجابي بالشخص اللي قدامي اكتر، او هي اعجابها بشخصيته واكتر من فكرة الصداقة والكلام في حدود العمل او الدراسة او 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 التدابير اللي ممكن ياخدها الطرفين لعدم وقوع مشاكل. الموضوع ممكن ينتج منه مشاكل كارثية، يعني ممكن بيوت تتهد، يعني ممكن ناس تتقتل، ممكن تحصل مشاكل كارثية، يعني حفظ الله المشاهدين. يعني فايه التدابير اللي ممكن ياخدوها علشان نبدأ نحرص من الوقوع في مثل تلك المشاكل؟ يعني في حاجتين هما اللي بيمنعوك من انك بتنجرف. الحاجة الاولى هو النضج، انه يبقى في نضج في العلاقة بينك وبين الصديقة، حتى لو انت اكثر نضجا منها او العكس. هي بطبعها بتضع خطوط حمراء قبلك انت، وبتكون حاطة في دماغها حاجتين. خد بالك الست غير الراجل. الحاجة الاولى انها مش سهلة انها بتنجرف، وده طبيعي. ليه؟ لانها هي بتحط محاذير. الفطرة كده، ما هي من وهي طفلة. من وهي طفلة الام بتقولها خدي بالك زميلك وهو قاعد جنبك ما يلمس حاجة منك، ما يتكلمش مش عارف، ما تخشيش في حتة زحمة، ما تحتكيش بحد، المدرس ده ما يهزرش معاكي أكتر من اللازم. الألارم عندها عالي. طبعا ده لأنها بنت، ولما تبقى ست بتبقى أكتر حذر. طبعا نضجت. أنت بقى أنت ما بتحطش الإيه الخطوط دي بطبعك. ليه؟ لأن الراجل من وهو لسه صغير كانت أمه دايما تقول له إيه؟ يا حبيبي أنت راجل اعمل اللي أنت عايزه، بس برضه خد بالك من نفسك. لكن ما بتقولوش اوعى البنت دي هتلمسك، ولا الاب يقول له اوعى زميلتك تحتك بيك، ما حصلتش دي. ده معناه ايه؟ معناه ان انت بصفتك الرجل احنا مش خايفين عليك. فعلشان كده انت بتبقى مقبل على علاقه الصداقه بشكل كبير. ولكن وجب التوعيه من البيت هنا يا دكتور. يعني النهارده انا لو اب وام بيسمعوني، لا انا شايف ان انا اتربيت كده ان انا ما اجرحش حد، ما اجيش على حد، ما اتكلمش مع حد في نطاق خارج النطاق المحدد. يعني انا كان البيت بيحاول ياسس ده من البدايه. فبرضه فكره ان الراجل يبقى جريء وشجاع ولا يهاب العلاقات، ماشي اوكي، ولكن الحزام اللي بيحكوا، يعني تقول ايه للاب والام اللي عندهم طفل في سن المراهقة أو بدايات سن الوعي؟ يعني أنا بقول جملة أنا لا أمل منها أبدا يا حبيبي. ابني ابنك وما تبنيش لابنك. ابني ابنك
دينيا وثقافيا وشخصية. صح. طول ما هو البني آدم كويس ومؤمن بأنه في حاجة اسمها حلال وحرام، في حاجة اسمها حدود، في حاجة اسمها الاحتفاظ دايما بأن يكون لك حد لا تتخطاه، ليك سقف في التعامل، في حد شايفك أكبر مننا كلنا هو اللي خلقك. فطالما هو مؤمن جدا هتلاقيه هو اللي من نفسه بيجي في مرحلة معينة ويقول لها لا تعالي نعمل ستوب، لأن احنا كده بدأنا نخش في حكاية أنا مش قدها، وأنا مرتبط وأنا مش هتبقى مندهشة منه، إنه هو اللي بينسحب. أصل الراجل ما بينسحبش بسهولة، يعني بياخد وقت أطول، لأنه هو كمان بيبقى حابب بتبان عزته وبتبان تربيته وبتبان أخلاقه بيبدأ. طبعا لا، وأخلاق الفارس يا صاحبي بالظبط. أيوة أيوة بالظبط، هي دي أنا أصدم البنت دي، هي دي حتى أجمل بكتير. يا عزيزي، ده في شاب ممكن يكمل علاقة الزواج مع حد صعب جدا وهو اكتشف انها مش هتكون زوجة متعاونة معاه في حياته، علشان دخل البيت إخلاصة، علشان بقاله سنة معاها، علشان لبس دبل، عشان كلام الناس. دي عادات وتقاليد تحكم. طيب. دي عادات وتقاليد نتمنى تعود لمجتمعنا، ونتمنى تعود نتمنى القيم يا فندم. طبعا طبعا. طيب طبعا دكتور، انا عايزه حضرتك برضو تنصح الزوجه، بتنصحها بايه؟ ان هي امتى تبدا تاخد بالها، غير الحاسه بقى اللي هي عندها، اللي هي بتبقى متاكده ان اكيد في علاقه بينها يعني بين زوجها وبين احدى زميلاته او حد تاني، تنصحها بايه؟ عليه الهواء والميه والنور، انها تسيبه طول ما هو معاها يتكلم ويحكي وما تنكتش عليه. يعني ما يبقاش بيقول لها اصل انا زميلتي قالت لي كذا، تقوم قلب الدنيا وقلب عليه الترابيزه وازاي مش عارف ايه. الكلام ده مهم جدا يا دكتور. لا، الاول كان بيحكي، لما لقاها هي بتزعل وتتخانق بطل يحكي. فده ممكن يوسع المساحه لانه ده من وراها هي. ايوه يا دكتور، ما احنا بنغير برضو يعني. انا يجي يقول لي انا اتكلمت مع كذا وافضل قاعده ساكته. لا بس هو ما دام جه حكالك ده معناه انه هو حاسس انه ما بيعملش حاجه غلط، في حاجه في حاجه محتفظ بيها معاك انت، يعني ايوه لانك انت اللي هتقولي له. فانت تضحكي، ابتسمي بينك وبين نفسك، بس خليكي اذكى بقى من الموقف ده. هي على طول المفروض تكون اذكى يعني. لازم تحتوي. اول ما حكالك هي قالت له ايه، ابتدي انت العبي الدور ده معاه. يعني اول ما تلاقيه بيدخل، حتى لو ما حكالكيش على حاجه، عملت ايه في المشكله اللي كانت عندك؟ المدير قال لك ايه؟ انت قلت له ايه؟ فضي نفسك، معلش اعتبريه احد اولادك، ما تعتبريهوش زوجي. اوكي. احنا احيانا كده بيبقى عندنا طفل متمرد يعني بيقول كده. فلازم نلم الدنيا يعني. طيب هي، طب دلوقتي يا دكتور، هي لو عرفت ان في فعلا علاقه ما بين زوجها وما بين احدى زميلاته واتاكدت ان في علاقه، تعمل ايه؟ لا ده بيبقى يوم مش معدي. طب ولازم بقى حضرتك تحطي لحظه تقعدي معاه فيها. انا شفت كذا ومتاكده من كذا، هو هيقول لك لا وهيحلف بكل ايمانات ربنا ان ده ما حصلش، لكن ده هيخلي العلاقه متوتره بينكم لفتره مش قليله. علشان كده المواجهه ما تبقاش بالشكل ده. المواجهه انك تلعبي الدور اللي يجذبه ناحيتك، لكن خليكي دايما حاطه كلمه في النص اثناء وانت قاعده معاه وبتكلميه. بس والله انا عارفه انك ما بتغلطش، اصل انا عارفه انك بتحبيني، وانا عارفه ان انا مش مقصره معاك. تداوب المشكله. الراجل لما يبص على واحده ثانيه هيبص ايه اللي ناقصه. خدي بالك من الحاجات اللي بتتعب الايه، ضمير الزوج، فبتخليه بينه وبين نفسه زعل. بس الخناق هيخليه يطلع يجري على صاحبته. ليه بقى؟ لانك انت افسدتي الجو العام بتاع الايه، الحياه بينكم. فما بقاش هو مستريح معاك، فيبتدي يبحث عن صدر حنين اخر. ميرسي يا دكتور، نورتنا وشرفتنا وسعيدين بالمكالمه مع حضرتك يعني. ما تحرمش منك يا حبيبي، وانا بكون سعيد لما انا بكون معاك. ميرسي يا دكتور. الدكتور طارق الياس، استشاري الصحه النفسيه، بشكر حضرتك على مداخلتك معانا وعلى المعلومات اللي دايما بتفيدنا بيها في حلقتنا. بص يا دينا، عايز اقول لك على موضوع مهم جدا. انا اعتقد ان نسبه الكنترول الاكتر في العلاقه الزوجيه او في علاقه طرفين بيحبوا بعض او مخطوبين او كده، هي بتكون الست. الست لو ذكيه كفايه هتقدر انها تستوعب مشاكله عفوا
وافكاره واحتياجاته وتبدا تعكس ده على علاقتها بيه معاه. يعني النهارده مثلا ايه اللي بيعمل المشكله؟ ان في رجاله كتير بتحكي والله ده النهارده حصل معايا كذا، فهي غارت فبتبدا تعمل مشكله تطلع الانفعال ده او الغيره دي. فيبدا هو ما يحسش بالارتياح، انما لو ساءت افكاره ساعتها وايمين ساءت هنا دي مش حاجه وحشه او مش حاجه تعيب الراجل، لا هي بتحاوط عليه بتحتضن الموقف يعني، وتبدا تكلمه بفكره انه ماشي يا سيدي وبتاع، وتاخد الموضوع بهزار وتبدا تعالج هنا بيجي الكنترول وهنا بتنتهي المشكله. انما انا بعتقد ان الست اللي بتنفعل في بدايه غيرتها مع اي نقاش مع جوزها عن اي من زميلاته أو أو, او 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 انا بعتقد ان دي ست مش ذكيه، يعني ضيعت اللقطه خسرتها، او في وجهه نظره طب انا كنت حكيت ليه. طيب ما احنا كان معانا مداخله الاسبوع اللي فات، كانت السيده اللي بتقول ان زوجها اتخانق معاها عشان بيغير عليها عشان اتقدم لها واحد على البحر لما كلمتنا، وده مش حقه يعني. ده ما هو بيغير، انتوا يا جماعه طب ما هو حط بدله الكراسي، ما هو عشان بيغير اتخانق معاها. طب احنا عشان بنغير هنتخانق معاكوا لما نلاقي ان في كلام زياده عن اللزوم مع واحده زميله؟ ده هنا يا دينا تقدم للجواز، ده عايز يتجوز. طيب هو غيور، هي بتقول لك من احدى المواقف، بس ده موقف فعلا قوي. أنا من احدى المواقف هو بيتخانق مع، يعني اتخانق معاها. انا معاكي. طيب هو تصرفه كان غلط ان هو اتخانق معاها، هو كان المفروض يحل المشكله، بس يعني اعتقد ان هنا لو اتخانق خسر اللقطه. انا دايما بقول ان اللي بيترفز الاول خسر. طيب احنا معانا شيماء من القاهره. يا شيماء. ايوه سنور، ازيك يا شيماء؟ الحمد لله والله بالصحه الحمد لله. ايه يعني انا ست كبيره في السن اولا يعني، اتفضلي. بشتغل في مجال عملي، معظم اللي معايا اساتذه محترمين. هو مجرد زميل عمل فقط لا غير، بحدود نطاق العمل بنتكلم في الشغل فقط. فمفيش حاجه اسمها صداقه بين الراجل والست. الصداقه دي بتقلب احيانا ان هو الراجل بينشد ناحيه الست، ايوه، وبيفضفض معاها، وممكن الست ديت لو هي مش متجوزه بتسحبه من مراته لو بيحكي مشاكل اسريه ويتجوز، ويقول لك اصل انا مش مرتاح في الاخر مع مراتي بقي واحده بفضفض معاها. فمعظم 90% الحالات دي موجوده في المجتمع، ماشي، ان في صحاب بيخونوا صاحبتهم وبياخدوا جوازهم بمبدا ان هم صداقه واصحاب وكلام من دوت، او بيتدخلوا في الحياه الاسريه بالمباشر. صح. فحته الصداقه بين الرجل دي حتى المجتمع يعني حتى ربنا رافضها اساسا. طبعا احنا بنتعامل في نطاق الشغل. الاستاذ اللي موجود مع حضرتك او انت حضرتك، هل انت تقدري جوزك هيكون يروح يقول اسرارك لصاحبتك؟ لا اكيد لا. حتى ممكن اقول لك على حاجه، ممكن تتعامل عفوا لو انت بينك وبينه مشكله، وممكن تتدخل وانت تقولي ايه مثلا انت بتخلي صلحي بيني وبينه. لا غلط، ما تخليش حد يصلح بيتك وبين جوزك، هتسحبه واحده ورا الثانيه لو هي نيتها مش كويسه، والبيت يتخرب والحياه تتخرب. شكرا. صح. شكرا لحضرتك. حضرتك قالي شكرا يا استاذه شيماء. يعني بتقول درر بصراحه يعني. انا بحب وعي المشاهدين لما بيكون قالت صح. طبعا. طيب. لا انا كمحمد انا رافض الفكره جدا جدا جدا، وشايف انها في مرحله ما من النضج، يعني ان الصداقه هي الموضوع اللي بنتكلم فيه في الشغل. المشكله اللي هنحلها ايه؟ التاسك المطلوب ايه؟ او لو في الجامعه في ريسيرش، او لو في المدرسه في بيبر بنقدمها او بحث، هو ده نطاق الحديث. ممكن نتطرق ايه رايك في الموضوع الفلاني، انما فكره ان انا احكي لمن هو ليس له الحق في ان يستمع هعمل مشكله، انا متاكد من ده. ولكن قد نضطر، قد بضوابط بقى يعني نحط كنترول على الموضوع. تنصحي ايه البنات اللي بتروح تحكي مشاكل بيتها لاصدقائها البنات الاخريات، وبتبدا تتدخل الكيس اللي حكيتها الاستاذه اللي كانت معانا في المدرسه؟ صح مظبوط، في كتير قوي حالات كده، انه اروح احكي لصاحبتي فصاحبتي تروح تاخد المعلومات مني
وتبدا ان هي برضو انا مش عارفه تبقى بتفكر في ايه، بس هي ممكن تكون شايفه حياتي مثلا يمكن منظمه او فيها حاجه هي مفتقداها او حاجه، فتحب جدا مكاني. فتبدا ان هي تدور ازاي انا اخد مكانها، فتدخل ما بيننا بالاسرار او بالحكايات اللي بحكيها لها، وتبدا انها توقع بيني وبين جوزي، ده انا بحكي لك عشان تصلحي ما بيننا او بحكي لك فضفضه، فبتلم معلومات وبتبدا بعد كده ان هي توجهها في خراب البيت وتاخد مكاني. دي حقيقه. طيب ايه الحل؟ ما نحكيش خالص خالص. ليه؟ لان انا مش عارفه الشخص اللي قدامي ده بيحبني ولا مش بيحبني. ايه بالظبط؟ بيكن فعلا ليا ايه، الخير ولا الشر؟ طيب هل هو شايف انه لا انت مش دي اللي المفروض تبقى هي في مكانها، لا انا اللي اخد مكانها احسن؟ اكيد في ناس كده كتير، اكيد في ناس بيبقى من جواها الغيره، عايزه تبقى حياتها مختلفه عن العيشه، في مثلا متزوجه بواحد بيضايقها بخيل او اي حاجه، هي شايفه الناحيه الثانيه لا مثلا هي سعيده، طب انا عايزه اخد مكانها. فيها اسباب كتير قوي هي عايزه تعمل. يعني انا بشجع جدا رايك. ليه؟ لان مفيش حياه كامله. النهارده انا عندي 1 2 3 4 كويس، الاخر عنده 5 6 7 8 كويس، فعمر ما حدش يعني هم 24 قراط ومتقسمين، فاكيد بالزبط. في مشكله. طب فوانس ان انا بدات هنحكي لمين؟ هنحكي لمين بقى؟ ما احنا برده بني ادمين. اكيد لما هبقى متضايقه هبقى بدور على حد احكي له. الام هتشيل الهم على طول، هروح احكي لمامتي عندي مشكله، هتروح شايله همي وهتقعد بقى تشيل جواها، ممكن تتعرض لازمات صحيه بسببي ان انا بحكي لها مشاكل. لا، لو عندي اختي ممكن، اخويا عاقل وهادي ويقدر يوزن الامور احكي له اقول له كده، لكن اكتر من كده لا، لانه اي حد تاني انا مش هضمن هو هيبقى عامل ازاي، دول هيبقوا خايفين على مصلحتي. صح. لكن الحد اصدقائي او اي حد تاني ده مش هيبقى خايف على مصلحتي، ده هيبقى لو بيسمع الكلام وهيقول من منظوره، ممكن يبقى كلامه اصلا يخرب البيت بدون قصد او بقصد. انا عايز اقول لك إن, ان 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 احنا يعني الصح ان احنا نتعامل مع الناس على الدوافع، فمش كل الوقت بنبقى شايفين دوافع الاخر تجاهنا، فيفضل فعلا ان، والمشكله دي بتقع فيها اكتر البنات، انها بتحب تتكلم وتحكي وبطبعها فياضه يعني، فلا خدوا بالكم يا بنات ما تحكيش، انت مش عارفه دافع اللي بيسمع تجاهك ايه، ده رقم واحد. طيب بالنسبه للرجاله، بص يا معلم، تربيتك واخلاقك والحاجات دي ما بتحصلش بين يوم وليله، ولا هو بادج بتحطه على التيشيرت اللي انت لابسه او الشميز اللي انت لابسه، لا ده بالمواقف. طيب هتخش علاقة، قررت تخش علاقة، لازم تحدد ضوابطك فين، اخرك فين. انا اخري ان انا هتكلم في النطاق ده، اخري ان انا هن 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 هنتناقش في المواضيع دي، غير كده هتبدأ هتعلق حد بيك، هتتعلق انت بحد، مش يعني هتلاقي نفسك بتحط نفسك في مواقف بايخة جدا 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 انت في غنى عنها. طيب هل الموضوع ده هينعكس عليك انت بس، لا هينعكس كمان على اولادك، لان هم بيشوفوا جوانب اخرى من شخصيه الوالد، او جوانب اخرى من شخصيه المربي او المسؤول او الزميل الاكبر في العمل او القائد او ايا ما يكون يعني. فانت دايما لما تظبط الدايره بتاعتك هتلاقي كل الدوائر اللي حوالين منك بتتظبط واحده واحده. وعلى راي كلام الدكتور اللي كان بيتكلم معانا، دكتور الياس، قال لك دي فروسيه، وده اكتر ما يجذب الرجل المراه للرجل هي اخلاقه وصفاته الشخصية يعني. فأتمنى أن احنا ما نقعش في النوع ده من المشاكل يعني بسبب نقاشات بسيطة يعني. هو دايما لازم يبقى فيه حدود. أنا في الشغل يعني أنا عندي أصدقاء كتير قوي بيشتغلوا، في حدود، في دايما يقول لك مثلا أنه أنا في الشغل احنا زمايل، ولو في مشكلة بنشاركها مع بعض كلنا مشكلة في الشغل، لكن مش معناه أن أنا يبقى المشكلة اللي في البيت أخدها وأروح بيها الشغل ونقعد بقى نعمل قعدة ونجيب شاي ونقعد كل واحد هو بيعملوا كده فعلا، وده غلط كده. وده غلط طبعاً كبير طبعاً. ما ينفعش ان انا اقعد اجيب مشاكل بيتي اوديها الشغل ونقعد بقى ايه نحلها مع بعض كلنا، نعمل بقى قاعده كده كونسولتو اصدقاء وكل واحد يقول بقى رايه والحل ايه، ده غلط. كل واحد عنده مشكله يحلها بينه وبين الطرف التاني اللي يعنيه. نقعد لو انا عندي مشكله لازم اقعد اتكلم مع زوجي، لو زوجي عنده مشكله معايا يجي يقول لي انا مشكلتي كذا عشان نقدر نعيش مع بعض، ما هو مش نفضل قاعدين عاملين كده. فهنكمل كلامنا بس نطلع فاصل بقى.
نطلع فاصل. طلعنا فاصل بقى يا محمد انت. انتظرونا بعد الفاصل، اوعى حد يروح في اي حته.